أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. والله فرطنا من الجوع. أم عبادة، إيش عملتي لنا أكل؟ ما عملت شي، اليوم تعبانة كتير وما بظن رح أعمل شي. نعم أمي، 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 أنا جوعان كتير كمان. أمي، وأنا رح أموت من الجوع. ايش عملتي لنا اكل؟ انتو كلكم هيك بتجوعوا سوا يعني؟ ما عملت شي اليوم، انا تعبانة. نعم شبح انت وصلك الرسالة متأخر كأنه؟ لك جوعان. طيب انا عندي فكرة، ايش رايك امي نجيب اندومي على البيت نعمله وانا بعمله، انت تعز بحالك. انت بدك تعمليها يعني؟ لا انا ولا انت، الاندومي ممنوعة تدخل على البيت. طيب انا عندي فكرة جديدة، ايش رايكم نجيب اندومي؟ ورح انت التاني اللي انت تفهم، بس اعرف. لا اله الا الله، شكله الجوع اثر على مخهم كتير. طيب اسمعوا، انا عندي فكرة. اوعك تقول اندومي يا ام عبادة، عيب عليك يا ام عبادة. اسمعوا، ايش رايكم نجيب اندومي؟ بمزح، اسمعوا، بما انه انكم تعبانين وما قدرت تعمل اكل، ايش رايكم نوصي على برا نجيب لا مو اندومي. ايش رايكم نجيب دليفري بيتزا؟ موافق بابا، موافق، فكره بتجنن. وانا كمان صار لي زمان ما اكلت بيتزا ومشتهي عليها كومنت. والله افكارك حلوه بابا، شو بالبيتزا طيبه، والله بيتزا طيبه. ايش رايك امي؟ ولا تكوني ملك موافقه على البيتزا كمان؟ انتوا ايش بتقولون؟ معقول اوافق؟ انتي ما بستغرب منك شي طاوي، كل شي جائز. ما فشلتوا بنص عينكم انت وياه وياه وياه، نقصنا مصاريف نحن، لا بيتزا ولا بطيخ. هلا بقوم بعملكم شوربة العدس. شو؟ عدس؟ علي الضربة، إذا بتعملي شوربة العدس رايح أروح أكسر لك كل بلور المطبخ. إيش قلت لي؟ إيش بدك تكسر؟ لا أنا شكلي انفعلت زيادة. مثل ما بدك أمي، اللي بدك إياه. موافقين أمي، موافقين. وأنت يا أبو عبادة؟ عندك غير رأي شي؟ ليش مسترجي نقول شي؟ حكم القوي على الضعيف. عدس طاب الإيك. ايوه انا قايمة ابلش لكم شوربة العدس. عبادة الحقني عشان تجيب لي بصلات مع البرندة. وشحني وين اختفى؟ لحظة شوي، هيدي بإيدك مو بلوزتي أنا؟ إيه بلوزتك. شبك مستغرب؟ وش عم تعملي فيها؟ حضر جنابك أنتي؟ بدي ألبسها طالعة مشوار مع رفقاتي، وبس أرجع بغسل لك إياها وبحط لك إياها بخزينتك، لا تخاف. يخرب بيتك على نفس الدنيا، ولو أنتي ما بتستحي على حالك، الغراضي أنا شاب عم تاخذيهم، يخرب بيتك، حطيهم من إيدك، حطيها من إيدك خدوش بلا ما يقطع عليكي خميسي وأجي أطربشك الطربوش. او ماي جاد، خفت كثير انا، لا كثير خفت انا، والله لسه اذا بتقرب خطوه ثانيه وبتمد ايدك علي راح اضطر احكي لامي كل شيء عن قصه فوفو. فوفو؟ مين فوفو؟ الله نسيت؟ مالك بالعاده تنسى؟ فوفو اللي امبارح طميت واقف ساعه على الشباك وانت عم تحكي معه وبالعلامه الساعه 3:30 بالضبط وقت العصر. يخرب بيتك، عرفيني كل شيء وبالوقت المحدد كمان. ايش يعني عم تخوفيني؟ هلا بستغفر لامك. ليه هم مفكره بدك تخوفيني؟ بتكوني غلطانه. امي، ماما، يا ماما. قولك كل الناس عندهم ببيوتهم اولاد الا انا، عندي دواب بقره وتاسعه بتناحروا مع بعضهم. ايش بكون؟ ايش في ماما وماما؟ ايش في؟ الحشره خدوج، اخذي بلوزتي لتلبسها، ما في غير بلوزتي انا مثلا، يعني حلي لي هالموضوع هذا. ليش اخذتي بلوزة اخوكي ووين رايحه؟ قلتي لي سامعيني لاشوف. طولي بالك امي، طولي بالك، شايفتيها بايدي انا لبستها شيء؟ ما لبستها، انا ما كنت بدي البسها، انا كنت جاي عم بشوفها مشان اشتري مثلها، بس عبادة مجرد ما سمع اني راح احكي لك عن قصه فوفو راح صار يكذب عليكي مشان تضربيني. لحظه شوي، فوفو؟ مين هو هي فوفو كمان؟ يو بزعل منك امي، تقولي ما بتعرفي يا فوفو خانم. ما فوفو خانم صاحبتها البلوزه هي يلي هادته اياها لاستاذ عباده. مسيطره. ولك عباده انت مو قلت لي هاي البلوزه انت شاريها؟ بتطلع فوفو جايبت لك اياها؟ ايه ومين هاي فوفو بالله؟ كذابه امي، كذابه، يخرب بيتك كذابه، بتتبليني بس كذابه، لا تصدقيها، هي مجرد صديقه يعني، صديقه وحبت تهدي صديقه الثانيه بلوزه، وين المشكله يعني؟ يا 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 يا
طلعت صديقة وما عندنا خبر أمي. هلا بما أنه صديقة لازم كل يوم يحكي معها 3 ساعات قبل ما ينام. الثلاث ساعات عم تحكي معها قبل ما تنام يخرب بيتك. قولي رحنا بشربة مي يخرب بيتك. عم تصرف عليها الدوش بصير أنا بفرجيكي. مو أنا صديقة يعني مجرد أصدقاء أنا كنت عم بطمن عليها بس يعني وين غلط؟ لحظة شوي يا جماعة خلونا ندق على خشب. ما طلع عبادة عم يطمن عليها عم يطمن على صديقته. شايف امي قد منظمو على طول منظمو لعبادة. هلا بما انه كان عم يطمن على صديقة على قولته ضروري اقول لها اشتقت لك يا روحي. الله روحك ولك ان شاء الله بتروح روحك. رد اشوف اقسم بالله اكثر منك فتنجية وحيواني ما شفت ولو نحن بالخدمة يا عسل. ايه والله لخلي صواتك تصل لراس الحارة. والله كنا بسوزي صرنا بمريومة هلا فوفو والله اعلم مين بيطلع لنا كمان. تعال افرجيك. امي طيبة والله ما بنستاهل. خليني افرجيك. طيبة انت على العمر انا فوتيك الاكاد. زعلتني عليك كتير عبوشي. مو بدك تحط راسك من راسي هيك بده يصير فيك. نسيت اقول لك رايحة اطبق بنطلون من بنطلوناتك عليها كمان عشان تطلع احلى. مسيطرة همشيك مسطرة. بركين لحدا يتحرك. انا امبارح جبت شرة وحطيتها بالبراد بتخصني لالي وجيت اتركن لحدا اقرب عليها. مين اخذها؟ انا ما قربت طاول بابا. شوف موجوده. كذابه والله كذابه. ما انا اخذتها بس اكيد هي بتعلقني معك. اكيد لقومتك كنت جايب صودا. ايوه صودا صح. واكيد بدي الراق مزبوط. صح بدي الراق. منين عرفتي انتي؟ بابا انت لسه عم تسأل؟ ما في غير اكيد هي اللي شربتها. لا بابا لا والله انا شفتها بالبراد بس عرفت انه هيدا الاخ ما قربت عليها طاول. يا ام عين جوعانه شربتي صودية ابوك اللي كانت بالدراق والتفاح. لحظه شوي. انت منين عرفت بالدراق والتفاح؟ انا اول مره بجيبها هيك عطول بجيبها بالدراق بس منين عرفت؟ انت هلا قرت بابا انت هلا موت هلا قرت شكلك عم تنسى كثير. شفت بابا هالمفجوع بس بده يعلقني معك. والله هيك انت عارفان ما في غيرك يا برغي الكلب. انا بفرجيك حيوان. بابا طوبة خلي افهمك بس بابا خلي اشحك. بابا خليك بتستاهل يا برغي الكلب. قول قتل بدك تحط راسك من راسي ولك انا اخذ دوج ولاك ومسيطرة همشيك مسطرة. لحظة شوي هي ليش عدت هيك؟ اكيد خيبسة شي خبصة اكيد. واخيرا الحمد لله ما حدا شايفني. الله يا امي بس اعرف منين بتجيبي هالروايح. حي بس عندك نتحركي. ايش هالصورة حلوة هاي؟ واقف ايش عم تعمل انت؟ مين انا؟ ما عم بعمل شي. جاي حكي لشوف. احلى صورة مع عطر امي يلي قالت لحدا يقرب علي طاول يخرب بيتك يا حشرة. انا اتصلت فيها وقالت لي بخيش قد ما بدك. بالله شو منيح قلت لي. معناتها هلا نبعتها الصورة على الواتساب وبس تجي لهون بنشوف ردة فعلها. خلص وقف. ما بتعرف امي. طيب اسمع ايش رايك نعمل اتفاقية بيني وبينك؟ انت ايش بدك؟ انا جاهز بنفذ لك اياها بس تقول لامي. ايه ليش لا؟ انا روح قلبي اتفاقات. الحقيني على الغفرة حتى تنفذيش بدي. يلا يخرب بيته صار بده يتبزبز فيني. انا خدوش على ست ورمح اوقع بين ايدين الحشرة هاد. بسيطة اولك وينك خدوج؟ ما خلصتي كل هاد الساعة. عبالة غسلت لك بنطلونك ونشرت لك اياه ومسحت لك خفافتك الجديدة وعملت لك صحن طاس هو بالمطبخ. ايه كويس تعال شوفها هون. يلا شوفي الاحرام اللي هنيك
هاتي حطي لي على كتافي لانه بردان. يلا شو الا بقى لهون وبس طفح الكيرس. طب وقف عندك، انا مستحيل اعمل هيك. طول اه يا عبادة الحشرة، ان شاء الله مش الحال هيك يعني. مو كتير كتير معك معك تتعلمي. عبادة يا عبادة عبادة قولي امي اجت. عبادة انت هون؟ شفت بنطلونك مغسول ومنشور، مين غسل لك اياه؟ انا غسلت له يا امي. يعني عبادة اخوي حبيبي معقول ما اغسل له اياه؟ اخوكي؟ انا بحلم ولا بعلم؟ خدوش عم تحكي هيك؟ لا تقولي لي كمان الطشت المطبخ انت عملتي له اياه. ايه طبعا طبعا هي عملت لي يا امي، لانه لو ما عملت لي اياه كنت بدي اقول لك انه هي بخك من عطرك الجديد. شو؟ قلت لك يا خدوش سامحيني، زدت لساني وخبرت سامحيني. اه يا عبادة حشرة انت مستعصي، بس بدك تقول عليك بعرف قلبي فلي طوبلك. امي امي طيب خليني اشرح لك. بس سجل يا تاريخ 7/1/2022 قامت ام بقتل ابنتها. ليش؟ لاني حيوانة؟ ما بتفهم حكي. 100 مرة قلت لها لا تقلبي على عطري، ما بتفهم حكي، ما بتجيب الذوق، متعودة على الطربش على القطر. تعي لافرجيكي احي اكلنا خلاني.